بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال الإمام رحمه الله تعالى: أخبرنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا ابن جابر عبد الرحمن بن جابر قال حدثني نافع مولى بن عمر قال خرجت مع عبد الله بن عمر في سفر، عبد الله بن عمر بن لبح في سفر سعدان يريد أسوى الدنيا أرضا له دورها كل كاس نور كورة صومر في رواية صالح عن كوسام ري زرع عدي بيرتي فأتاه آتم بأوي مد من قيل وضح وحق جواد حن صيد كي مد يمد فقال وحنا إن صفية بنت أبي عبيد لما بها أي لأجل ما بها أم للذي بها سل حديث ما مرة أمي هي أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا العطاف ابن خالد بن عبد الله صدوق يهم صدوق يهم بانك لو شيء لكن يضرب مقال باكجرة في ضبطه من كاس عطاف بن خالد كتاب كان سد حديث كلي يقول يا كل هانا من طريق قتيبة بن سعيد عنه الإمام الذهب أصوح الشيخان أحد المشايخ الثقة بقول حديث تقريبا أولي هاي المهم وانين أمرك حفظ بضنين يحسن حديثه ما لم يخالف تقريبا عن نافع ابن ابن عمر قال أقبلنا مع ابن عمر أقبلنا ونصوق بالله ونصوق رغغنه مع ابن عمر من مكة مكة ونقص ونقرني ومركة الضقيلة وإيمان اسم مكة ابن عمر جوغي قوارنا مركة مدينة جوغتا ولا بس ضقيلية هاي فلما كانت تلك الليلة هبين كان مركي لجاري أن صوق قورينيني صار وطع ذي مركة أول ابن عمر حتى أمتينا إلى أن قلبه يسني فظننا وحن ملئنا أنه نصي الصلاة صلاة دين إلا ويوه المامي فقلنا له حن كن إلى الصلاة صلاة دباتاقا فسكت واء موسى ابن عمر وصار وثل حتى كاد الشفق إلى ورط أيسك أن يغيبين ودعوا بابه ثم نزل وادك فصلى واتك وغاب الشفق حورتي مذبك نواء بابه فصلى العشاء عشيب مركتك بعدما غاب الشفق ثم أقبل علينا ونصوق بلوى نصوفر شون قصو جلسدي ويفقال حليه هكذا كنا نصنع سداسا نويري جري مع رسول النبي قال جيران كيسا إذا جد مركو قدر هذا وددتش به بالرسول السير وحصعوتكو حديثة مركز سنة كيسو نكا عطاف بن خالد وباكجرة وصدوق ينهي محمد كوكا بقبيي مدة الطير يطعد كقاطي مكئي مذيون وصدح مع المضبوض ابن عمر سعدي أدب المركة أدنى دقي روح عادي هذه طوين بري بيكون واتي سجد بري ويران لح بري لكن أسوى دق دقها هي قيل دان بأوتمد سطح مع الموت بسعود كهذا مركة مع الموت في سعود الصلاة هي قاب كل الدوان أي أتو كذي سواء مركة وحيت المام إنسا إن مغرب كي أتو كذي إنت ولع عورت باب إن عشين أتو كذي إنت مركة عورت باب بادي وجمع وجمع سورة أوي هاي حفاظ مركة حديث كابن عمر قضية قصة أبسن أدب وخلاف ما أقول برأي باجر رأي وحولية هاي روايات كذا ما نشيجها هي قبل أن يغيب الشفق بوس كذي شيجها هي أما حين كاد الشفق أن يغيب كلها وشذا منكرة حديث غنى ما رجع لا أقبل كريم بنا كجرة رواية الحفاظنا وحوي ابن عمر إنه جمعية ثلاثة جمع حقيقي بعدما غاب الشفق بساعة ولبا إذن رأي بدن علوم بدن أي مرها أيام وهي رأيك الله بعد حافظ حجر بامرفع البارقة تلمامة أسل كيسو نوينا أو تلمامة أسونا وذلك كان شاريح النساء شرحنا أو تلمامة يا أسونا وحيليهين صدح لما المود أو السعودي وصلاة قامنا حقا أو جمعنا يا ما المانا صلاة جمع حقيقة أي جمعي ما المانا جمع سورة أي جمعية مركة حديثكم عنه كوحن بارينا على تعدد القصة والواقعة رأيك أسنا أسوه واجرا أخبرنا عبد بن عبد الرحيم أبو سعيد المروزي قال أخبرنا النضر بن شميل المحدث اللغوي المازني قال حدثنا كثير بن قاروند وأنا قصد أمر حافظك إنه إلي مقبول ذهب إنه إلي وثقة إن كان كثيرا المهم هو أن مجهول الحالة قال سألنا سيدة أو مرك حافظك ذهب أي مرها يعني أنه حبان بتوثقية واحتج به النسائي سيدة مرك الله فرقك لي وحوارك مرك إنه يعني مجهول الحال مستور الحال مقبول أدوك حافظك إنت بلا سيدة أوجي هذا مساكيرتا يا مجاهيل حالك أيو أنت بدل مقبول كي هذا قال كثير حول سألنا سالم بن عبد الله بن ويديني عن الصلاة في السفر صلاة السفر قديسة لتكذا نويدين فقلنا وحان كنن أكان عبد الله ماءها
يجمع كي اسكود دارو كلمية بين شيء من الصلوات في السفر وحون صلاةها كميدة السفر كما جمعين جري قال وحور مركز سالم لا ما يبول ما جمعين جرين إلا بجمع إلا بمزدلفة موين مزدلفة هدير لجوغو وحج لجوغو ومركز جمعين جري ثم أتيتو مركزا ماين لبعضو إمد بعض النسخ وحي قراني ثم انتبه وبراروي اللي انسالي مركز وحور آباه صلاةها ما جمعين جرين سفر كبديهيسة اللهم إنه مزدلف جوغي حج جوغا مويه كذبنا مالين دنبان ويديه بوليه كثير بأوران سالين بأنكون نقضي مالين لبعض أما ثم انتبه وبراروه وإسقرطيه به مرارك قاركو ثلاثة إنه جمعين جري أيو حدوثي فقال سالي محولي كانت عنده صفية قبي جري آباه ابن عمر فأرسلت إليه وإصفر انت مالين مالمها كمذا إني في آخر يوم من الدنيا أنغم مالك أدو يؤدن بيسيب أنكسو غنهي يو أول يوم من الآخرة يا مالك آخر أوه الرئيسي إستوغر ويبالدردارا كي حالك أحكو أغاتي دواء إنك يدوى سيجري فالركبة قالي كسبه فولي وأنا معه قبره مكة ماشي كوحا نصته ومدينة ابن عمر نبيره كلها بين مكة والمدينة استوغري وحد مكة أدو هل كانت مركة جوغي فأسرع السيرة تعلال كبودة دجيري حتى حانت الصلاة إلى يقرح أي صلاة وقت يدد أولاء مقالي فقال له المؤذن مؤذن كبير حكولي الصلاة يا أبا عبد الرحمن صلاة باتا يا عبد الرحمن وين تكنه فصار واسع وركي استمرك دكبة لقع ومسيني فصار واسع لي حتى إذا كان بين الصلاتين لابد الصلاة ضحوة المرك اللقاري نزل وادغي منك آخر الظهر لمرها وأول العصر بودغي أما آخر المغرب وأول العشاء حديث كثيرة كثير من قاروان دي وكجر لمنك ورنها كل جمع يستوري رجع ورشو رنبا ورجع الحديث ولا أقبالي كرين رجع كل جام بكثير سنية فقال وحكولي للمؤذن مؤذن وحكولي أقيم أقيم بكويل سواء أقيم لو أن صوم الرجال أو غرب صوم نقطة روايات كره وحين أقول له أبن إسحاق أستجع ابن عمر رضي الله تعالى عنه وحوق بيت لها صفر كهدير لجمعها إن من له آدمي تكوبات بلا تكن بإقامة هذانا طلباتنا بإقامة لو تكن وأن الله أقيم تجمع الصلاتان بلا جمع بإقامة لكل واحدة منهم أبو قبل أصوه مركة آذانك أي ميشة كسائر الجري رضي الله تعالى عنه فإذا سلمت مركة أن سلاما نقصده من الظهر دورك أن كتا سلاما نقصده فأقيم مكانك ميشة ذو التاقن أقيم بالليل مؤذنك بالله الله يعني فأقام وأقم مؤذنك فصلى الظهر ظهرك بنت كذا ابن عمر ركعتين حال كوني ثم سلم أهدنه سلام النقص ثم أقام بمكانه ماشي يسيبه كنا قاذا أما هل كيسيبه كأقمي فصلى العصر عصر كي بنت كذا ركعتين لو ركع ذو أصدقه ثم ركب قاذا كيسيبه كولي فأصر عصيرا سعضال كي بوددشي حتى غابت الشمس إلى يقرح دعيب ونستعذي فقال له المؤذن حكولة أصلاة يا أبا عبد الرحمن صلاة إن تكن أبا عبد الرحمن فقال حرك فعلك الأول فالكاذي هورون بيهوش قطعون ويسيد هورون نطعون هدو بين جمعين دون صلاة إيركاد فصار واسع عبد الله حتى إذا اشتبكت النجوم حدوكم مركز فودة الكشير نزل واد ومخرج مركز فقاذي فقال وحول مرك أقيم صلاة وأقيم فإذا سلمت فأقيم مركان سلام نفسه تيلا بادنا كوكا وأقيم فأقام مؤذنك فصلى المغرب ثلاثا المغرب كيف صدح رقع وصوى أتكاذي ثم أقام مكانه إسلام يشي سبادنا كو أقيم مؤذنك أما وهل كيسيب كنا قاذي فصلى العشاء الآخرة عشي دم بيب تكاذي عشاء هوريل ومغرب على إطلاق مركا قاركود ثم سلم وسلام نفسه واحدة هل تسليمه هل سلام نفسه مدق يا أما بدح أما هرت هذا تلقاء وجهي وجه قماتيز وجه قماتيز أو يضو في جذبة ونرجع بجلعين إن السلام عليكم لقى بحنا وذا داقن لي أو فصحة لكن إن وحي ربا كلا يرقى العشنة إن لقدر وانا بسن بيلي وذا داق قاركود مركا تسليمتين يا الاقتصار بتسليمة واحدة إلى اليمين إيوه ألق تسليمة واحدة تلقاء وجهك والانحراف قرين إلى اليمين إيو أظن لحنو قماتك الأتجاد بنا السلام النقصة أفرتاح على بقى وسل الشيقاء وليب الله وضع الضنباء ومر رمضان بكجر أكوه رمبوي ثم قال وحيجي ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضر أحدكم مثكين هدو قبطه وكنت ودريه أمر أرين يطلو يخشى وكبق يفوته إنه دافه أرين هدوك قبطه تكبق يسأنا يكون دافته فليصلي هذه الصلاة
salaadan ayada ah tukado salaadaha jamciyo weeye jamciga marka suuriga ah in xaqiiqiga ahay wana xadiis marka sanadkiisu dhaafiga ku jiro kii horena qad Attaf ibn Khalid fa ku jiray al-Makhzumi wa asaw as-Saduq insha Allah ta'ala laakiin waham iyo qilada dabd lagu eedeeyo culimada marka ay qaba in ibn Umar uu jamciyo jamci xaqiiqi ah riwaad kala way tuurayaan waxaana ku bujinayaan rag xubada waaweyn oo xadiidka wariya salimna ka qaatiya gheyrkii oo xadiidka ku wariya jamci xaqiiqi ah ikastoo noqotay ibn Umar mooyo saxaabo fara badan baa jamciga xaqiiqiga ah xadaran wasaraf karan ba nabiga ka soo guuriyey sallallahu alayhi wasallam oo wal isagana raajix ah راجح نقل لك أصبح جمع سوري الله إيمان هاي لو دي ما هاي باب الحال الحال التي يجمع فيها بين الصلاتين باب الحال أي باب الصفة أو الكيفية التي كيفية هي حال كاسو يجمع ولا جمع على الحال إن من حيث اللفظ لتذكيرية وناكسن استفادة أي وحا الله من هيا الله تعنيتي وباب الحال التي لعبه وباب الحال الذي أرده أفضح عند العرب واسدة أما الحالة التي ولا قفة استثنية سيدا هذا الشيخ قريبا لغيبا قرحتا من حيث اللغة يجمع فيها بين الصلاتين حالة كيفية استفادة صلاتها الله جمعيه أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير رسول كلا يوحو أمرك صعدك كدك دقه أما صعدك تاقمه جمع بين المغرب والعشاء عشاء هي مغرب جمع جري وحاكو لك حديثك وذا ذهب قبه إن أتكب كبرلته وصفر بسارانته وصفر على هستم المويين أظن ميل إسكده قن ونقي وراشين كرتان هيا وإن كنت مسافرا بقى النقوتي دي مجمع عنك دي سلاني منك يدي بقى كل جوان رأي أن تبر بضني أخبرنا إسحاب نراهيم نراهوي الحنذري قال أخبرنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال حدثنا معمر أبو عروة اليماني عن موسى بن عقبة صاحب المغازي عن نافع مولى عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير رسولك لا يوحو أمرك كد ذلك اشتد به السير ويكدق انتهي جد هنا اشتد وقال إلا معناتها إذا جد به السير أمرك كد رسعت وكل جوكسن وإما دقزق وطوقله أو أما تحذبه وكتو دريه حذبه أمر بأنك إذا حذب أمر ببعض النسخ نقرها يا دب ما لها أو أما تحذبه أمر أي نزل به أمر مهم بيكدق انتهي وإنه سوما في رواية السالم إذا حضر أحدكم أمر يخشى فوته فليصلي هذه الصلاة جمع وجمع جري بين المغرب والعشاء مغرب عشاء جمع جري وحديث دليل شدع رمضة قبط جمع الجمع للحاجة وفي الحضر والإقامة يا دليل شدع إذا جد به سير وسفرك أو حذبه أمر أرن أي قبطتي دقدق كي ما دعما هول أمام شغلي أن مركز جانس له لأن محل كذا لقبته مركز عمومك حديثك أو حذبه أمر ونكر في سياق الشرط بيليه طيب جمع بين المغرب والعشاء بجمع جرى رجع سادل سواء سنة طيحة غاية أخبرنا محمد منصور ابن ثابت الخزاعي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال سمعت الزهري محمد بن شاب الزهري أخبرني سالم بن عبد الله مولى عمر عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أن محمد بارك إذا جد به السير سعداء في صفر مقدرة وجمع كل مياه وقدرة بين المغرب والعشاء مركة حمدك المؤداء إن إمامك وتلمامها أيه صلى الله وحاولنا جمعنا عند اشتداد السير إلى الحال التي يجمع فيها بين الصلاتين بول أحاديث كريه وأحاديث إذا اشتد إذا جد به السير وأدمد أنه قد يضع التوغن لكن الجمع للمقيم الجمع في الحضر بوسور مريا شالي حديث هذا قدام بيه ابن عمرنا إذا أو حذبه أمر باب كجرة باب الجمع بين الصلاتين في الحضر صلاة الله إلا جمعيه نقادله جمعيه وحن صمر باب قالوا الوقت الذي يجمع فيه المقيم يا باب كان حاول حي باب كروحه باب الوقت الذي يجمع فيه المقيم هنا أنا وحيدي الجمع بين الصلاتين في الحضر وذا قلت وحيدين باب كروح كنت سابسين ما تكرر با مستوى الله باب وكل دوان باب كروح كنت سابسين وقتك حل قاس الله الله جمعين هنا أنا وحيدي كنت سابسين هاي بيان مشروعية الجمع في الحضر صارت أكل الدوار وأنا كل دود وأنا أسموه أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس المكي عن سعيد بن جبير
عن أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال صلى بنا رسول الله رسولك إلهي بأن تجي الظهر صلاة الظهر يو العصر تي عصر جميع سوى دجرة يو المغرب مد المغرب والعشاء جميع يو دجرة لجمعيي من غير خوف عبس الآن يو ولا صفر سعود الآن أصوب المسافر ناهين عبسنا أي سنجرين أيا النبي صلى الله عليه جمعيي مرك جمع في الحضر وي صفر دي اللواهي روح وحضر وي ee hadal meeshi waajira waxa dhici karta marka cilla kale inay tahay matar ah saasi marka maaliga ay ma kala ku fasireen laakiin waxa lagu bixiyay min gaar khawf wala matar in baatimid oo riwaya kale saxiixa ah marka matarna majrin abtina majrin safarna majrin idan haajay noqotay haaja soo laazimtay mar hadii marka kal mushtarak ida intafa ahadu macnayay تعني الآخر ماشي الأولين جروي لفظك المشترك هدو معاهدي سي لبك ميدا ما صدح كميدا أي سورة قلوي وحل لازم وحنغان هي ومركا هل معنى أول لازم أتقع عينه بين لقاته هنا هدي ليل الصلاة دي سفر أهم لأم بو نبكو جمعي وخوف لأم بو جمعي وبلا مطر بو جمعي وحل لازم أصبحي إنه نبكو للحاجة وجمعي وحكا لمهين وحكا لماشي يالا مجره كوفة وحال مركز الرعيسة فهم كي يفطوري ابن عباس مركز اللي ويدي ماذا أراد أراد ألا يحرج أحدا من أمتي أم ألا أراد ألا يحرج أمته أخبرنا محمد بن عزيز ابن أبي الرمزة ويستمعين علماته مركز حديثك احتمال معانيه فطور احتماله لكن لو معنا يا دلة خاصة لهران أما ميش إكسارا معنها عينه بالصهر يكون بارها يعني حديثك مرك الدليل كان اللازمين يهوش أيضا أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن رمزة واسمه أغزوان قال حدثنا الفضل موسى السيناني عن الأعمش سليمان بن مهران عن حبيب أبي ثابت بن قيس بن دينار الأسدي أبو ثابت كعيسى قيس بن دينار الأسدي بالإجابة عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى عن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي نبي قال تكنجري كان أصل كذا استمرار إياه كثير كانته لكن هذا اللي أقيها نبي ما بدين جري الجمع للحاجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالمدينة نبي مدينة كنت كنجري يجمع صوى كل منية بين الصلاتين لبصة أنت كده حيسة بين الظهر والعصر والجمعين جري يوال المغرب والعشاء من غير خوف عبس لآن يوال مطر خوف لآن قيل له حلول ابن عباس لما محلو جمعي النبي محلو ويا لي أدان خوف نجرين مطر نجرين ويرى صفر بيديدي محاجرة قال حول لألا يكون على أمتي حرج لألا يكون أنه صنعها ننبو أجمعيه على أمتي أمتي سأوسا قبسن حرج وحليسة حديث أضوء المصافر نهين عفسين الجرين رب نجرين مركة قرطة الثلاث دي بقى جانت قوة إذا حليس كوي ما دا جمع تكشد يدي إيو نفسك وقوته مركة سوق جمع الغوفة صحايا مركة جمع للحاجة تيسر على الأمة أي أستمعيه لكن بالشرط وعليه السلفكو ألا تتخذ عادة هذا العادة كده قاصو صلادي هذا يقول كجمع سبا وكود واش ورش يعوي سيقول لهم حكوا صوروريان صلادي وحكوا صوروريان صدح وقت كليه ظهر عصر هالمرودة كذان هي عشية مغرب هالمرودة كذان هي فجر كو هذا الجوغ اللانقاطة إذا قال الأردنيين تي عشي عضاء الصومالي بضان الأفريكان بضان المسلمين وحمان برايي لهذا المصيبة إنه كقول ما قانا مركي يودن بيسي مركز كلها انساس بيران dagax yaro ay caabay meesha dhigan meesha kaba oo kale ay ku riideen oo alwaaxa afargeysa hor soo qaadan wad ku sujuudi salaadana waa la jamciisaas ay ku soconayaan marka zuhri iyo aaymada qadiyada ka hadlay khaasatan in mundir iyo nawwi iyo meesha muslim khaasatan waxay leeyihiin haddana xataa loo ogaalaado aljamcu lilhaaja nabigu dhaqan kama dhiganine wa in ahyaana marmar la yimaado mukhalafatan lishi'a iyo wattibaan lisunna laakiin illa istimraariyadu marka وحبا بإن إسا أصلك أو قاد أصلك أيد الصلاة وإرها يعني أي مركة باش كسر إسا حاجية ضرورة لوبن الجمع للحاجة وحي مركة حاجة كل سنة يقدر بقدره لكن أيضا حاجة يلب الجنة هل اسكوا ضعون هو شاد وحكين إسا مركة نسق للحكم الأول أخبرنا محمد دلال السنعاني قال حدثنا خالد بن حارث الهجيمي قال أن خالد كأنه خالد عبد الله الأحمسي يعني خالد الأحمسي يعني في الهية قال حدثنا ابن جريج عبد الملك بن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء جاب بن زيد عن عباس قال سليت وراء رسول الله وحن كنت النبي محمد قداشيسة
ثمانية سجد ثلاثة جميعا وحيده ولا صعوته وسبعا طبعا كنت كذا جميعا ولا جلته حديث كان مركا حديث مسلم استحيل سأسوكو كيني جريوي مركا وانا علوم بان بان استداء جماعة من الشافعيين ويقبان حنا برضونا أدب أدفع عام كثير من المحادثين ويكتا لأن كالإمام ابن منذر وابن خزيمة يغير كودبا باب الجمع بين الظهر والعصر جمهورة وديدين جمهورة حيث يقولي الجمع للسفر أو الجمع للمطر مركا لكن الجمع للخوف الجمع للخوف يا الجمع للحاجة جمهور أهل العلم ما يقوله مركا وحرق دليل قالوا كلا بيح الجمهور بام يا المرتي وحبا بام قصو عم هاي نص قالوا كلا يقولوا كلا بحاجة باب الجمع بين الظهر والعصر بعرفة ظهر يا عصر إن لكل ميو عرفة ما كلا جوه الله يسكت دروس أخبرني إبراهيم ابن هارون البلخي قال حدثنا حاتم ابن إسماعيل الحارثي صدوق يهم صحيح الكتاب وأنه ذو صلى الله ذهب الوحول إلى واثقة مشهور لكن وحن توت الماني حاتم إسماعيل حديثه عن جعب محمد وحاكها الله كل الله شيء علي المدينة أبو الحسن إمام أهل العللي نكاسا الكدقان حديث كان ومن ذلك الباب قال حدثنا جعفر محمد جعفر الصادق عن أبيه محمد بن علي الباقر أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال ترى رسول الله رسول كلاه بس تعدي أولوي حتى أتى عرفة يعني منه قدقى قيوي إلى عرفته فوجد وحوه لي القبة الثانية الذي النبي قال له سجل لما شو ملك الله قرح ويه قد ضربت أيضا الله قد لك سيئة الله قد لك سيئة له للنبي بنمرة نمرة مالي رقصك يسوي عرف انت دنجارين بس دوين بهذا كوي على بنوي ومرك انت دن عرفك عرفك كل دنتا أيها الاستيفر يصابرك انك يدور كورتي دور الاستيفر تقول لك كذا فوجد القبة صحابتي مركو أدقى بلال إيو أسامة إيو رجي صحابتي نبقى أدقى يهوش يسوى ريبا دربا ما يشو قصر جسا نبقى نسوى قارنبا فنزل بها تين رضي بكدقى إيو قبات دي بنبقى كدقى حتى إذا زاغت الشمس قرح المركة وعطي أمر وحو أمر بالقصواء هشس القصواء الأورنجة لقاها قرأي أيو نبقى أمري الروح إلى الله مركز على الرأي أبو فهاش هل هريه وكبال الله يلا صاروا أن قرون عرف قال له الروح إلى الله حتى إذا انتهى نبو مركز وقاري إلى بطن الوادي وادي قد حريست وادي نمر وهي ومركا ما يشوفك لبحان عرفي نمر فكا رقاقا وهي خطب الناس تذكي من نبو خطبي تذكي بالله هذا خطبة دير وأحكام بضان كهل ليسا ومن نبضى المسلمين كهل ليسا وليك كهل ليسا وإله إن العابد كلي كهل ليسا وإنه الإسخلاف إن كهل ليسا وحقوق الدمر كهل لي وكي أزواج كهل لي وقدق المسلمين إنه في الدبا الدين كهل كبحان خطبة دير قيبة بضان بيحي حتى إذا انتهى إلى بطن الوادي خطب الناس ثم أذن بلال بلال باء آدمي ثم أقام وأقم فصلى الظهر ظهر قبل النبي قلت كذي ثم أقام هذا وأقم فصلى العصر ولم يصلي متك أن بينهما ظهر أنت كذا حيث عصر شيئا وحرق عرض موسى قال إنه وصنع صنع راتباء من قبلها من بعدها موسى قال إنه مركع عرفاء اللغة جمع صلاة ذها أيو أجيدا أهو شاسنا هولي هذا الديدين حتى أحناف ثم هو مسألة إجماعية مزدلفة أنا كحب أن يجعل أكتوض عند الأحناف الجمع بمزدلفة أي كحب أن أكتوض الجمع بعرفة باب الجمع بين المغرب من نقاش كالتوها ينا نبقى ما أنك أو عرفة صلى الله كجمعي هي مزدلفة سبب كجمع موحوها هو للنطق والحج مثل للصفي جمهور العلم حين مرها يعني جمع السابقين وحوها صفر كدرتي أحنافنا وحين مران نطق قدرتي بوها لكن رجل محققين في المحادثين تفاني يقف عن طيب أحنافذ ومطاقيرا ومنه الحسن الزندبا كميدة صاحب الحاشية باب الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة مغرب كي عشاء إلا جمعية مزدلفة لغو الجمعية أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد بن فروخ البصري القطان عن عدي بن ثابت الأنصاري المدني عن عبد الله بن يزيد الأوسي أن أبا أيوب الأنصاري واسمه خالد بن زيد أخبره في الشيخ السحابة قاسة أول رمي عبد الله بن يزيد أول رمي أنه صلى مع رسول الله رسول الله إن ولدتك كذي في حجة الوداع حجك سقوتنت المغرب مغرب ولدتك كذي والعشاء عشاء بالمزدلفة ماشى الله يقان جميعا سوى الجرعة هبينك قلبك لغسو بتوع لغسو وعرف السقالات هبينك الطمنات بالغسو للمزدلفة والله بريئة روت الطمنات والله قلت الله هذا الكاسوي جمعنا ولا مزدلفنا ولا إلى ذا
أخبرنا يعقوب إبراهيم الدورقي قال حدثنا هشيم بن بشير السلمي عن إسماعيل بن خالد الأحمسي قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن سعيد بن جبير قال كنت مع ابن عمر بان لست عدي حيث أفاض حيث هنا بمعنى حينوي حيث أصل في ذو مكان بواحد للمكان بواحد لكن مركة قاركود زمان وقود على مركة حيث هنا حينوي كنت مع ابن عمر بان لست حين وقتي أفاض وكدقاقي من عرفات نعرف وكدقاقي فلما أتى جمعا مزدلفة مركو التقي جمع بين المغرب والعشاء مغرب كي عشيب كدري فلما فرغ صلاة مركو دمي قال وحور ابن عمر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان نبي محمد باسمي يميش هذا أن كنت كذوك لي مثل هذا سيدة أنو أن يلي صلاة وجمعي وكالو نبي سيدة يلي حديث كان مركو حديث صحيحة وحوق بضموي إنك استوي خواد كل خلافين وحال هذا الكو خلاف أبو إسحاق السبيعي قال كو خلاف أبو إسحاق السبيعي حديث كمرة وحكوري عن عبد الله بن مالك بن عبد الله بكوري حديثك عن ابن عمر هذا لكن وحمري عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وحكو لكوري عن عبد الله ابن مالك بكوري حفاظ مرك رجنا وحير جحان رواية أبو إسحاق السبيعي عن عبد الله ابن مالك عن ابن عمر فانه وحي رجح مد هذا انه هي نوعه ابو اسحاق التبيع عن سعيد بن عن ابن عمر لبدا رايبه واجرا حفاظ ربضان ايا لبدا طريق بمره اكثر اهل العلم وحي ابدين ان روايه ابو اسحاق عن سعيد بن جبير خطا طاي صواب كنا اولي هاي ابو اسحاق التبيعي عن عبد الله بن مالك عن ابن عمر سداسي مركا رقم ربضان اي مران فقا سدا مره ترمذي با كامله ترمذي بكمل الإمام الدارقطني بكمل في كتاب التطبع والإلزامات لكن واجدا بترم ابن الدارقطني مثلا انتو باري يوحي شيوخ ان سو غار بدن كوتيداتي اورن جيرين صحنا ما كان شيوخنا يقولون ان اسماعيل بن خالد الاحمسي وهم في قوله عن سعيد بن جبير وان الحديث حديث عبد الله بن عمر عن ابن عمر عبد الله بن ما عن عمر والذي عندي دار قدني على الكيس وقضية ذاك قال الله كفر بعشي مجلد كسر دعوة طبنات صفحة بقول ثلاثة يستقال بالله والله بنكره ما كدار قدني أود بشك مجتهد مرح بنا نبوءها هؤلاء سوحا قطها غير الحافظ المزدي وأتونا فن عن قطها قاسوسي خاصة فن كتب الستة ما كلا مرة هي أسوق قضية أبوءة يوحولي هي تحفة الأشراف مجلد كشانات أفر بقول صدوات نيشان حديثكم إلا بلا طريق بواسطة يبوله اسماعيل بن خالد الأحمسي موه من أبو إسحاق السبيعي ما خلد من أبو إسحاق السبيعي لا الله بشيخ حديثه كله شيخه كبت هو سعيد بن جبير مثل الله بادنا وعبد الله بن مالك رواه دمرك أبو إسحاق حديثه حققة منهم اسماعيل كميديا هنا نمان جمعي لا بلا طريق بقى يعني نمان ميت كقاب صدقوا عليهم كلا الطريقين وصحيحان هذا هو الراجح نسائنا استدعت أمم مرة هي المودة أخبرنا عبيد الله بن سعيد اليشوري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن الزهري عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة نبي محمد بعشاء يمرب كتك ذي مزدلفة جمع يقوأه إلا جمعين وواجب بعلم القاركود ليين خاصة هلك وجوبك استحبابك مئه واجب بين نقوم وذا دام مراهية وإن لا جمعيه أيضا مزدلفة اللي قلت كده هذا أن جمعين مزدلفة أنا قلت كده ما أصحى يسوع صلاة داسي وإذا ذا قرب من وكمدي هاي من حزب القني كدوه بركة عرف اللي قلت كده حلي يدون بهاد قاعدة ليح ساعه بيني مزدلفة أتكتبه ويجب برج يسبع أتكتبه حلي قاعد تكتب بعد عشية مغرب وده تكمل تاجيه ما لك اللي قلت بتاع عرف الطال سجالات وهم الله صوت عن مزدلفة كاستو قاعدون بعد جمعين إذا مغرب عشية وده تكمل إسا مالك هذا كنت كتير كما أصحي سوى ذا قضاء أدل ذروا إبن دون ذا أخبرنا قتيبة بن سعيد قال أحدنا سفيان بن عيينة عن أعمش سليمان بن هران عن عمارة يعني بن عمير التيمي عن عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي عن عبد الله يعني بن مسعود نخعيين الكوفية ظاهرة عبد الله نكوي لهذا أيسا نسبين وأبتقى أبيها أيسا أتين بن مسعود صوى مصرحنا ويبن دون ذا
عن عبد الله بن مسعود قال ما رأيت رسول الله رسول الله ما أرك جمع أسوأ جمعيه بين الصلاة لبس صلاة إلا بجمع إلا بمزدلفة مويه وصلى الصبح يومئذ نبي الصبح وحوت كذا مالك مزدلفه قبل وقتها وقت إذا كهر بتكذي أي قبل وقتها المعتاد والوجدة المعتاد أي إلا قلي ولازم بين فقاد محايا إلي نبي محمد وليه متكلم صلاة وقت إذا مرة عفنين أي وحوي روايك الواحد يقول يا صحابة كلا عدي صلاة صبح مالك أنا أبغى أمن هروت كذا وقت الصلاة قد الله عي أيوت كذي طيب مركز ذكر قارئ إنها في عيني يوحي قاضنها يا صلاة قد الله عين بإن لا جلي وصلى الصبح يوم إذا قبل وقتها أي قبل وقتها أي المعتاد قبل وقتها المعتاد طبعا لوجة ما دام لدك ذي أعمال بضان مالك أي جرت وصلاة من أبي ودد الشيء صنع ذا بس ذا بعلو ذا قارك لي باب كيف الجمع قاب كيف صلاة الله جمع نسائه ولا هو سبع لي قاب كل الله جمع بوهتك الله إياه وحد مدائي وجيده كيف يضم كيف يخي اختيارية مستوى مد لغو قصي ولا خلاف كريم طيب أخبرنا الحسين بن حريث أبو عمار الخزاعي شيخ الجماعة قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن إبراهيم ابن عقبة بن أبي عياش عن ومحمد ابن أبي حرملة القرشي عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن أسامة بن زيد وكان النبي ما بغى نوحوها أردفه في فنقر أسامة هشي يوصاري من عرف عرف مكان لقى صور دقائق هاي ينبغى أسامة هرأ أطوقع وهشي بصور فنقليه نبغى هرأي فولي نبغى كدن به نبغى كفر يستي فلما أتى الشعب قوش مركز صور جاري مركز لقى صور دقائق عرف الله صور مرأي ومزدهمين لصور جاري نزل واد نبغى فبال مركزه كاجي ولم يقول مدهم ويسحاب أهراق الماء عرف استعماله أم أفقبات به بسودة سي به بسطيري بالأورنجل عند العرب لكن بارين أفل ودى جيطاقا ما هنجر ما نبضني لكن هذا حر بارئون كوشه أهراق الماء مدهم سحابه بالو يلبو رلف دقاء ساقع سيئانو ملي أو شو سيدا سيكا دقاء طاي قال يبرو سوكا جي وكرت جي والوك الباب مركب وكرت يبا يا يرقر حسن طيب هذا اللي كم حوالين وحقيقي الربا لفظي واستعمالي تحابه ولم يقل مرين أهراق الماء قال وحيود بمركب كذب فصببت عليه وحان أغشو فصببت عليه الماء أول بيان أغشو بالنبقة من إداوة أبويسود والويسود إداوة أول كبيها الوقع تيركع وبدأ يقول عضي وحيابا نوع عاسة يولش أو على هذا يركب فتوضع ويسقى النبي وضوءا خفيفا ويساء فضط ونصدح صدح يا أنا اللهين يا الله بالله بي وهل على المرأة وفضط فقلت له حنكوري الصلاة أصامة ورنهية الصلاة صلاة دبا نبي محمد والتاقا فقال نبي حوري الصلاة الصلاة أمامك صلاة ويكاه الرئيسة الصلاة أمامك أمامك عفوا صلاة ويكاه الرئيسة عموح إلينا الصلاة هنا أي المصلى أي المصلى باللوجه لأنه صلاة مهر رينكرت ومرة ضمينكرت فلا مرة لا تنهي وقت الصلاة أمامك هو إلا وقت اللي قدره ومضافك محدودك اللي قدره إلا إذا هذا الصلاة هو محي ومن إطلاق الحال وإذاية المحل ولي المصلى مكان توكتك اللي قلتك إلا أمامك هو أما وقت الصلاة أمامك الله بدأ معاني وذاتهك لمران فلما أتى المزدلفة مزدلفة مركو التقي صلى المغرب مغرب تتكلم من حزم إيه غير كي حدثي كودة قاموه عرف الله قصر دقاقي مزدلفة لما تقعي حيث النبي محمد الصلاة حيو نبي وصلاة وهرطة نبي باقي لي إذا فعل كالنبي محمد وحي كحو جين حدثها صلوا كما رأيتم من أصلي يخذ عني مناسككم أمر كاس يفعل ككل وحكينا يان إن صلاة ماشى قر أن لقد تكلم ماني يوم ماني كعرف عرفة يعني مغرب كي عشاء فلما أتى المزدلفة صلى المغرب ثم نزعوا وحي سيبين صحابتي رحالهم هي اليدودي أورتي يجي قبل كسارة يا الله قد يبي ثم صلى العشاء عشيب وتكلي مكمر مسار رب حي أوتو أنت دوي دالي أنت عشاء لا تكلنا دي مصيفة دو عليس باطارن عليس كبار لقى فري كذب عشية لقى سيبه وتسكت عفاد وحكو خلاف الحديث كان خلاف بأن بأول دحر يوم حديث انت رقا ولي وفني كان عيال كو تخصصي وخلاف كو تخصصي هاي حديثكم حديث قريب عن أسامة بن زيد
نسوى حديث كريب عن ابن عباس عن أسامة، هذا وحي نصوم مرين كريب مولى عباس عن مولاه ابن عباس عن أسامة ابن زيد، حفظ وحي أبريهين إسقاط ابن عباس، ابن عباس وإنسان كلا قصاره، وحديث كونه من حديث كريب عن أسامة ابن زيد بن حارثة، حفظ سيدا سيبضا كود راجحان، وحين حكم كل قود عفوا بضن قد أجدا إنه كوهمي هوشاني سن عيينة إنك حافظك إمامك بيا كما دبعان كابل يوال خلدان طي صفيان بن عيينة عن إبراهيم بن عقبة سمين عيين صفيان باخل ضمي بيلين حفاظه وحانا وخلافة رد أسق الله مدى وإلى شن يليح بكله وكل حديثك كدق من حديث كريب عن أسامة وابن عباس عن شيئين مركز ذكر ابن عباس في استندي ووهم من ابن عيينة حفاظ حكمين. طيب رجل يربى وقل بحيان لكن قل بحيان تاسي لما أقبلين أتلقى حتى ابن عيينة واجد ذنبه حقوران جيري حديثك لما الشيخ بن كوري إبراهيم بن عقبة إيه محمد بن حرمليه لما هو مدبى ابن عباس أنا كجلي من نواق قويي بقوران جيري مركا أضوه بوينتا لو بدن ياهي باب فضل الصلاة لمواقيتها صلاة لها إني قلت كذا وقت قودي صلاة لها وقت إني قلت كذا وأنا بهر من أن لقد المارينين فضل أيلاد هاي. أخبرنا عمرو علي الفلاس أبو حفص البصري قال حدثنا يحيى سعيد القطان قال حدثنا شعبة من الحجاج قال أخبرني الوليد بن عيزار الكوفي قال سمعت أبا عمرو الشيباني سعد بن إياس فمجعي سلي إلى هذا دوق الرمو ينصوم الرأي يقول أطول المغلي حدثنا صاحب هذه الدار دار تنقلق أنك لهابا نور رمي قولوا ملكو يا الله بفرت قفيق أبو عمرو الشيباني حدثنا صاحب الدار مركوة تحقيق بوربا للحديث وللرواية قولوا أنك لا إيشي الدكان كان سوجي هذا أرقى يزولاتك إسكالبا ورك إيشي وهو معه تحقيق شكرا ما شاء الله صارايا وأشار وحون كفر في قي أبا عمرو الشيباني إلى دار عبد الله يعني مسعود دار عبد الله مسعود بفرقة قط المامي. طيب رواية أبي معاوية أيام مقع عبد وكي من دونه قال وحون عبد الله سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلابا ودي وحان إلى أي العمل أحب إلى الله عمل كي إله أكتس اللي وجع أعماش أي عباداتك أي أضموه لي مادان كيبو أن اللي وجع لي قال النبي وحون الصلاة على وقتها صلاة وقت يد اللي قلت كده أظن لبحيني وبر الوالدين لبدي الوالد الله بارنا ما صميه اليوم دقيق العيد في شرح العمدة إيه شيخي العزم عبد السلام في قواعد الأحكام في مصالح الأنام إيه رقب ضنبا وحيرين بر الوالدين كضابط ملعا بر الوالدين كي واحد ضابطة إلا بر الوالدين وحل إذا هو شيء والبوت كذبت بالي حقوق الوالدين oo lugu tirinay in caas iyo caaqsan marka la ilaamayso marka in la kala soo xuquuqi iyo birigi iyo xufaadu marka leeyin daabid oo ma hayno tayib gabagabadu wax walba waa ka dhibahaya ama lagu dhibahayo ama uu koosan hayo luguma ogolo waana ka xaraan ilaa an yakuuna shay waajib inuu yahay mooyid wanaaga waalidka in la faro xumahan laga reebo waa loo sheegi waan la leeyma laakiin u dhibsada laga yaaba taa xuquuq noqon ma jiraa xisyaan. طيب هذا أبو الإمام أبو محمد من عطية صاحب التفسير أسوق الكودة ينوم ضابط سمائي ومركة لكن ضابطا الله سليم بليمت ومسألة دي من عرفة قنبا الله قول لابن وعوى البو الله تيرنا يعني يحفر مدرق يحد قدب طاي يهانا يدب أي طاي وقالت كما إلا قال لي أحسن الله أنه وحقوق بين نقن وحل بو السماء فل يواناد إيه إحسان إيه إحترام يقدر الله أركنا وإن له لي ما دو وحي مركة شرع بوسا ديرين والجهاد في سبيل الله يجد كلاه لغد قالمه رواية الشيخين كحيد ولو استزدتوه لزادني ولو استزدتوه لزادني هذا نبغ أن سيود لها ثم أي أود لها نبغ إي ود لها أون رواية مسلم فما تركت أنا أستزيده إلا إرعان عليه إن النبي الله وضع محاك حيث أمره وحان أغسر يبقى النبي لأمد قنعي والنبي داله أما أن كحناجيه أما أن أصبح محوها النصية أبها عن سؤالي ور أن صنك كبيري أيان بسدم وين هذان وولي لها نبغو أي ولي لها يعني شفقة ورحمة أي لودا أيام نبغو مرة أصدق مجوجيين بو كثامي سيكو قالي من نبغي قلبك سكو جرا دلالة الحال وين حالة النبغة يدقن كوكويا قاني أيو قيماني أستحابه مركز دلالة الحال ومسألة خطرة وقرآن الأحوال بماشة تاجن صادر كذبه حلوية أصحابته أعلم بالمقال وأقعد بالحال
ولو استدتوه لزادني هو الغيب كور رمي لكن سيكو أقاذي نبي محمد بك وجهي سوك آخر زنايا بقى نجسو يقعنا حديث كاني هذا إنه هنا أبو عمر الشيباني ترتيب كيسا والدكو خلافي بعض الرواة اختلف الرواة على الوليد ابن عيزار على الوليد ابن عيزار الكوفي والدكو خلافي وذا قاركود وحديثك قد قال الإيمان أي الأعمال أفضل الإيمان ثم الجهاد في سبيل ثم الصلاة ثم بر الوالدين وذا زي قد قال لمن أصغى مختصر بس وريانه أي الأعمال أحب إلى الله الصلاة لوقتها بس وعد ما بكم الدرع كذلك حديث كان ضمن الفريان أصنوى الكوخ إلى تقديم التأخير حدثنا عبد الله بن محمد ابن عبد الرحمن الزهري البصري الصدوق قال حدثنا سفيان ابن عيينة أبو محمد قال حدثنا أبو معاوية عمرو بن عبد الله النخعي عمرو عبد الله النخعي قال سمعه من أبي عمرو الشيباني أبو معاوية حديثه عن كم قلي هذا هو حديث وليد معيزار الكوفي وغران كورنا حديثك عن أبي عمرو الشيباني هنا أبو معاوية النخعي عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك يا لهم ويديي أي العمل عمل كيبا أحب إلى الله إلى حق سلوج عليه قال وحيد نبيه إقام الصلاة صلاة اللعوبة لوقتها حل جاني لقوت كذو وبر الوالدين لبلا والد الله إحسان طلوه باهر الله النقضه لو دبع سنادو والجهاد في سبيل إجد كلاه لقوت قال لما ديك اللي أبو معاوية عمرو بن عبد الله النخعي وحا خلافي الحميدي الإمام عبد الله بن جبير الحميدي في مسنده عن سفيان بن عيينة بقول يصدح صوى كخلا في حديثه وحور مريي وحور أي العمل أفضل ما كان الإيمان بالله ثم الجهاد في سبيل الله ثم الصلاة لوقتها ثم بر الوالدين ساس الترتيبي وحديث الأسواه ترتيب تقديم يتخير بالأسواه نمان مرك الرواية البخارية مسلم بحوجيان لمن الرواية الحميدي أيضا أي حوجيان محايا الحميدي ورقة خاص علم كبر تيوه لبا اللازمي ابن عيين اللازمي نظركم وحكيناها يوه إن لقهر مريه جهات كبير الوالدين لقهر مريه طيب صلاة أيها الرئيسه هو دايما إلا نوى فرض عين إذا هل أي قربة روح الببا سارا أما جهات كمرنا فرض عين بونونا مرنا فرض كفاية ونغضة صلاة مركة هذي فرض كفاية فرض عين مركة فرض عين قطعي جهات كنوا فرض عين هي خلاف باكو جرا لكن مركو فرض كفاية هي صلاة ده الرئيسة صلاة أيها الرئيس عند العيد ابن بزيد المالكي يحفظ حليم بدن كود نظرك وحكينا يا قياس تفتقق وحكينا هي إن بعد الإيمان بالله لدي وجهات كالدي لأن فيه بدل النفس نفط بأن لقدم يا نفل قدم مالك ضم بيسانا مجر تأضونك إن نفتي سي ديكي سي إلهي أهره ودينك كبحيه وصلاة يصومك يحجك وكدفاعه مالك ضم بيسان مضح مالك فريد الله ما تابتال ليدي وحك ضم بيان مجر صلاة مرات هذا في الروايات قرقو بحاكم وحديث كلية أي الإيمان بالله ثم الجهاد في سبيل الله في سبيله طيب معناها سمر كربا حوجيا تلك طبعا نقطه وهذا وحليه وحاكين يا اختلاف الأحوال شيء أصبه فاضل أما أفضل يا مركة قرقود لعلة ولسبب خاص بوحنقها يا مفضول شيء مفضول كي لغفض بدنا أيا باختلاف الأحوال أو الأوقات أيوة حكوب بدلها يكون أفضل يا فاضي يعني صدقوا أيضا لقفت البدن يعني حلق الظاهر إيا مجاعد إيا بركع أجره وحلقية بأينا يكفت البدناته صلاة إيا صوم إيا حجك ورنبا يدبال قردكتو القرآن وفت البدن يعني إلا آخر يؤساق وحخر بدن وابا اسكير يعني لكن مرك أذانك قوص تعود إن قرآن اللي تكتب وطو قرال إلا وطو إن أذانك لا أجيبه وحافت البدن أذانك لا أجيبه يعني حالات خاصة وقت خاصة يا إسبدلك إماذا يعني علماء السياسيين مرايان المهم حلق أمد احتلال كقلان سيدا هدى أدونك وحكا جروك لي جهادك وحكا فوضى بدن مجروا بعد الإيمان بالله بعد التوحيد بالله الجهاد هو الأفضل لأنه قد تعين أدونك وحكا جرينا واسيدا أيضا وعدونك مركي قالوا أودوا أنتي سود دولان وضم إسلام دول فريستان ومسلمين تلبابيه وانك حق كبت آنه قلنه قالكم أغازي يا طالبي هاي جهادك عنك بدل فرض عين وإذا تعين وحن نقول أي أفضل الأعمال سير النصوص تلمامسه ربنا أي مريه مركز تدرس من نقول أي حلق أيضا حلق خطر وإن قال الله تفتح أو للا قرمده
ولولا قاشان قادوا لما أقولوا محايدة واردوا دين تالاقا قبحي وحاكلوا خطرة كتاب القرآن كان أصل كله سنة دانا أي بحبا يستي عروبا دانا أي تلمامان وكتك تكسده مرخي قالوا سودوا وشو نينكي قالوا هشيس لقالي اللي هشي أصبنا وقال بالله إسكابة دانين لصبتا وغضق القادة وأهيلي جوجي مسلمين بي كتو دوشي نين دقال لما إسكاد عيوال لقرد طيب نينكي أصبوا لأنو وحال ليدا رهبل بان ليدا هذا أما أرهبل بان ليدا هذا أما الدولة في الله يالله إلي يالله أنا وهوشان كما جرى عهدي صلح أنقاله وليه شيء وكافر دينتنا كبحة يا إسلامتنا وكفر أنتهي وحافظوا يا شيء أحمد شاكر العلامة أحمد محمد شاكر أيافظ في رسالته نداء إلى الأمة المصرية والعربية والله أخي كرا نصوص بيليرا في كتاب الله فما لكم في المنافقين فئتين بلغ مراجعين كرا ثم نضي أصل كل هذا حديث بكر بن فعل بن الحارث إذا جاء لتنزلنا طائفة من أمتي إلى آخر حد إذا كان آخر الزمان جاء بنو قنطورة فتفرق الناس إلى ثلاث فرق إذا قل يضع الله وهم الشهداء يقول يضع الله له شيء وقد كفروا يقوى عرّوا بحثة وقد هلكوا ننك عرّوا بحثة أصدقوا هلاك سمين بألا يجي ننك هشيس لقى لقال إذا أنه عن عطبا وتا إرهاب يربح زمان فقد كفر نيكا صبو الدقالة وهم الشهداء أوشا خطر وي الله صفشو يوهيل يا الدقال يا لقا شنقضوا بكتك طيب روح المصارمة لقا يا عهدي قربو قليل يا بوت قرب المسلمين تكو هيا خذلانا وكينا هيا أنا وكافر كمري ومرتد لكن عنوين مجتدين عقبة هذه المجتهدنا وين أمرك الله سعوته أخبار يحمل حكيم أبو سعيد البسري وعمر بن يزيد أبو يزيد الجرمي قال اللي بدأ إمام وحيد هذا حل أمرك أنك على كتاب الجهاد بن قضية الرفاين دون هذا لكن وقضية يرؤون مناصر الله تلماموه قال حدثنا إن أبي عدي محمد إبراهيم أبي عدي عن شعب الحجاج عن إبراهيم محمد المنتشر الأجدع عن أبيه أبيه محمد المنتشر أنه كان في مسجد عمر ابن شرحبيل لين كان محمد المنتشر الأجدع إن الأجدع يوحوج إلى مسجد عمر بن شرحبيل وأن نتابعه تقول إمام الجبل هو فأقيم كالصلاة صلاة جبال الأقيمي سيدة ظاهر السياق صلاة وصلاة بحديه سيدة مغندونتا فجعلوا وحيقوا ذكره ينتظرونه إني كرن حيان وكرن حيانو عمر بن شرحبيل بيستوى حيان لأنه كان إماما مسجد كان دي إمام أدلة صلاة اللي قالوا إمامكم إني يرتوى هذا ما كان قصر من روح ومن رقاتنا إنه أنراه إنه إمام لم يستوى وحال سوى وقت صلاة بلا سوى وقت بلا سوى فقال وحيد مركب فوق علي إلى مطير ضهاي إني كنت أوتر ومترهي مسلمين يحبوا بديا سكتين وإذا كوير ضهاي عفوا رالي هذا بمعايري وتر بأير مسؤولي ونكو جرحان الله إنت ثلاثة قل ووتر كذا هرمس قال عمرو وحيد قال هذا عمرو ووطا قال عمرو وحيد مركب قائلك وعمر هو كان الشيء هيا وسئل عبد الله بن سعود بالله ولدي وحال لي هل بعد الأذان وتر أذانك كذب وتر مجرى صلاة الصبح دي لو آذانه وتر كما لا تنكر قال نعم بورها وبعد الإقامة أذان كذب وتر ولا تنكر إقامة كذب حتى لا تنكر أبو أي والله أقيم حتى ولا تنكر ذلك جاري بمعنى وترك أدوك نافة وقتي يستحلق إلا قال الله قضينا يا الله إيمانها يا ولد صلاة بعد الله وتر دواتني أذان كبار داعي حلق سواء بحي الله ولا تكن والله أقيمي حاليا وأنت أقيمتي أول حيسة رك عذب بالله وإذا سجل كرت قعب الكثين طيب واسد عبد الله وفطوري وحدث وحنا كتب كوري عين مثل أسلم مكشر عفوا وحدث عن ابن أبي كشر أنه نام عن الصلاة إنه نبي الصلاة ما نك أرداء كلاتك توكس عليه حتى طلعت الشمس إلى يقرأ ثم صلى واتكري حيث أصل كعام كوحود لجنية هذه وصلاة فرض كأي مركي تكتل قضين أيه سنوين هذه تجاه ولا قضين هذه بعد طلوع الشمس ثلاث بحلة كذيبة وتركنا بعد الآذان وبعد الإقامة بحلة كذيبة وجد إمامكم حديثكم حديث صحيح ومتصل الإسناد وأسده بعد الإمام المزي في تحفة الأشراف وكذلك حافظكم وهوش واقري في النقطة الذراب على تحفة الأشراف شغلباني بحلية حديثك قيب كمدوانا لا أصنصح معها شوف أقاتي منك حديث التبين هي قائلك أما عبد الله وحكسته التبين هي
إنه يهي محل منتشر وحولي سيدك وفي عيونة تنيهي هديث الناس استماع محل منتشر عن عبد الله المسعود رب أقرأ كتاب أنا هذه ما هي الله في إساس بلي إساس رتعماء حديث هو من حديث عمر بن شرحبيل إنك حديث كتبين حديث عبد الله يتورين وعمر عمر شعبان وأرضي خاص قايد ابن مسعود مرك حديث هو متصل صادرت بميد إن حجر بحديث وحكوك ينان في ترجمة عمر بن شرحبيل بكوك ينان مرك الشيخ هو شنو صار كان مراجعين بعد مودة فجأة قد يضع الشيخ كوك خلافين وذاتك شارح الأول ويبا كاملة هو بار لكن دمنه حديثكم موافق معها ترجمة باب فضل الصلاة لمواقيتها فأنا قلت جري حديث مرك صلاة وترى الله قضينا وبعد الآذان أو بعد الإقامة التي كان إلى قضاء لا لذا الباب كما عدو شارحنا إما عدبه لكن محاد مودا إن صلاة وقت إذا دوق تغي أو بحي إن لقاها رواية لدبات تاقنا أو وقت قلت له للي ما عدو ودليل على فضل الوقت الأول بعد عكتنا منكم تلمامها نسائد إثناث ودقيق وتركي وحوها قبل الفجر إلى ليمات قبل الفجر بسورة قليويني بعد الفجر بليم بعد الآذان وبعد الوتر اعتناد إلى الدريال كي يدب إستاقى لدب إستاقى صلاة وتر يسنوينك ودليل على طب الحفاظ للصلاة على مواقيتها صلاة وقت يدهر إن لقو إلالي يدليل إياه هذه بقديل لدين ولدب إستاقى لدب إستاقى ما إيش أقو أتخذنا للقليين طيسو حكوتو تيسا أصل كي اللي جود ذا لا كهبون اللي جود ذا لا قبضها ضمبي معها إنه تلميذك وادعي كرتاه سك طبعا نقطتين كتاب استكبرها حديث نلبس كتوح أبا ويسي باب في منا معاني الصلاة معها صلاة قعد الله باب في منا معاني الصلاة صلاة روح كسر على وجه السماين لها لكن باب كذا صار إزقاب كله زقلها يو أظن ما عدوا صريح معها حديث كور انت نكتين كور الصلاة اللي وقتها رواية مسلم وريو كنا كنا كتيم قيبة كمدة أيها جرت عمل وحافظ الصلاة على أول وقتها أما في أول ميقاتها أما لأول ميقاتها إذ الصلاة اللي قلته أول الوقت عند الحفاظ واشاد أما هو منكر محفوظ معها رأوي أنا كخل رمي إلى هذان صلاة وقت إذا أما أول هالنقطة أما وسط هالنقطة أما آخر هالنقطة إن وقت اللي قال له إلى لي محلك قال لي إن أفضل الأعمال والحفاء الصلاة على أول أوقاتها حديث كذي أضو رأوي أكوها من حفاظ بلينين وإلى السؤال باب في من نسي صلاة وح الصلاة الماما وح الصمين لها أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة وضاح ابن عبد الله ليشكر عن قتادة ابن دعامة السدوس عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة إنك الصلاة هل ما معنى إلا هو فليصليها إذا ذكرها هاتو كذو مركو حصوصته سيدا عموم كحديث الصحابة بن باقر رقمي علي باكمدها علي وحور الصلاة مربها دين الله هل ما معنى أمال لك الزيعه حلق أوه الرئيسي الله حصوصته اللي تكون أياه عند طلوع الشمس وعند غروبها وبعد العصر وبعد المغرب وبعد الفجر ونجي إلى صبحي أوقات الكرعي ورن حلك الصيف كبا يقنطه بلد تكاني مع عباس باشدها قبي لكن أبو بكر النفع بن حرس وحو قبي سرادها إلى أوقات الكرعي لقضين كريم ما لما المها كمذا يحب وغن من تابعين قرابها هين بير إلى هين بلتبي وكوفكتها اللي غير استحابي قصورنا وينه مرتقى وينه مربضان يراشين وكيانون وقيد وين بقوقوا بليون وعارين يرقي له شيء دهن انتان عصر كان لقد جارها دور كده بني حل مركة عصر كيبا وصل لوين ايو يراها استحابي وكذب فرد الله تكتا ايو يكتاقين مالكا يكتاقين استحابي والشيفي صومر وحيوقا سنتو استحابي انتو تكذي انو كنا قرر يرتحابي اللي وصفر رير بطول ودى لنا فرحي كقادين عصر كي قرح دور دعوي ومغرب يوتوس أتيجي بقى كحيل بودي ويجيت سو ويجيت توب فرديا أيو يوجمدين حديث توسو ويجي مصادع عصر وايد نافسي صحابنا تقتن مودين ويتكتب تكالين ما يبغى تكن مهاي محيلة وقت الكره اللي بجرا مرة يقول راح نسيت بعون بعض المرة ولا جاري أيو عذر كتكذي مرة سو حلقة أوقات الكراهة إن صلاة فرض لا قلين كريم بعض الصحابة أو بكرة كمذي أما جمهور الصحابة وحيق بين عام عموم كحديث اللي بقوله من نصي صلاة فليصلي قد يضى مركة ترمي مكان مرينا وفافاهيني أعطتنا نكاني أدوه إنه كطع سعرين
باب في من نام عن صلاتك صلاة روحي كسيح ذا محوصمين كهو النصي هنا النام لقه الله إياه. أخبرنا حميد بن مسعد البصري بن مارك عن يزيد بن زريع قال حدثنا حجاج ابن حجاج الباهي الأحول عن قتادة ابن دعامة السدوسي عن أنس بن مالك قال رسول رسول الله رسول كلاه بأن لو يجيه عن الرجل أي عن حكم الرجل إن حكم كي بأن لو يرقد كسيحانية عن الصلاة صلاة كسيحان ومرك أرداء التي أو يغفل عنها أماه المام أو مرك كسكتي قال نبي حل كفارتها دم الأفكيد وحاوي أن يصليها صلاة إنه تكذو إذا ذكرها مرك حصوصه ولا وحيد للشدان حديث كان كفارتها كفارته انت بروح كتما دا نقص ذنب يداوع غاري كبيد لي كتما دا بي كتما دا كفارته نينك مركز سيحدي يرد الله تكسي انو تن مفرد هي نصوص تا كذا شيء نينك هلمان ولا تغير انو معذور نصوص ذنب اذن جرين مركز سيدي تبا ان صلاه هلمان او كدافيو اما يرد اي كدافيسو ان نوع تقدير وتكمر نين بيودو درجه حديثك صلاة دهور ده ده كالا تكتو ورده كرده فيسو الله إمدان سوى جيدي أديغا محو أهاي حلي في عن سيحان واي أديغا منبهات كحلان واي الله دهك كافي عاري حلي ورطوسي إتوسي ديه واي هرده إنه كلا تكتو لب أمبات كوية ده هايو إنت بدن غاربا تقصير يقبوط بالكمار رمارو بيولا دليه هلمان كنا صدوك كالي صادت النبو كفارة قويل انا عليه نقتي وغاري اجر كقدا في ضاوي وغاري اول قيمه بدنا كبي دي سوى ادم ما يالو شيخ دابا نقدر هو مثال هو دغالما قفاره وحا وي خليق الحصوص دينا دكت اخبار قتيبه بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم البصري عن ثابت بن اسلم البناني عن عبد الله بن رباح الانصاري من امام الثقاء وقتله الخوارج لما خوارج انتوا مري أي يدل عما تقال بيكون جل بضابة ولا تلماما نقيم بضنبوها عن أبي قتادة قال وصحابي الأنصاري قال ذكروا للنبي نبي وحق الشيء قال نومهم تأجيب كوريه ذلوذي عن صلاة إكتح ذي يعني هبين يتحبون طور قوريين ويحل ذا مفرتين أي مركة الضالتين هذا نم قوريه الدالي صلاة هدى الله تكتب مركو واجب بريء بس حبيت هذا هو شو أقول حمادين وكشف كييره سيد هذا نقول له طيب إتعان تينا يقول كروين تيبا مركنا بقول شيء فقال نقول حولي إنه ليس في النوم تفريطه هردده حدده كمجره ليس في النوم هردده كمجره تفريطه جاب أطفال كمجره جاب أطفال يقاتل هرد مالها إنما تفريطه جاب أطفال يحدده وحول كجره بليق هذا استوجيت هذا استوجيت صلاة إلى يقول دابته لبكو يمشون ماشان وين لكن ورده هذا يكون عارف يسوع له وما يستو. فإذا نسي أحدكم صلاة مثل صلاة المامو أو نام عنها أم وكثر يرضي كلا تكتو فليصليها إذا ذكرها هاتو كذو ما كحدو حل بيدونا من نقطه طيب وحال هذا يلا لكن والروح أصبع أن نك إسوك هذو هذا عينه سن كعين إنه تحت ما بنا حلوكته تقال صعبة جالي أم واحد جالي طلان صعبة جالي أما سدي ساعات جادي لو حاطيني في دوينه وحط هذا الصورته وانقلبت شرابه إن قرحت إن فقصت بحلا دكتاي هذا الروح على كوكب طن تقوسن كتوسينين أما بهاليه دواقة يلقى كجح لين أما مضى عدن دجرين وحاولنا صحة عنوح لي ما بنا أنا مركز دكتاي لأنه هو دكتاي إن هذا مكعين نبض مركز ما أقوله لكن نيجي أسوق كوكب طن نفسي إذا وقت بهذا وهذه والصور كره طبعا حاجة لموتنا يجوا فردوا بقى يتأجر كقوة مرة الصور مرة تبقى عبا طيب يجوا كلفة دي إنها زين سكيز زعون هاي كوا يجوا استعوذ تاعن جم أجره كوا يجوا كوشة كان خورن بعد يجوا كوشة كان هاي ونسي خورن هاي ورواسي ده كوا ثالك هذي إمر يسيب بقوله ما قدرت كتردوا ما آه طب كم مرة يجوا نوع عاد نبتوا ذكاء لو حاول كدوين أما إنك عبادة ينتج العسية سوى الطوف اسمع شيل ما استكلا أوقات قديم وأقولي حدثنا فويد نصر المروزي قال أخبرنا عبد الله المبارك عن سليمان بن مغيرة القيس عن ثابت بن أسلم البناء عن عبد الله بن الرباح الأنصاري عن أبي قتادة قال قال رسول الله ليس في النوم تفريط إنما التفريط قبل الصلح حكجرة في من لم يصلي الصلاة فهذا إن كان تكنن حتى يجيء إلى إيماده وقت الأقرى تلك الوقت يعني حين وقت ولبا ينتبه لها وكبر روحي يعني مركا وقت تكرأ وقوم ببرارو بالبودة هيابا وصلاة دي تكتي واجدة ما يا تفرقوا حوانيك سوجي ذي شحا ايين ليسو شمطة ايين
salaadi dib dhigay ilaa oo tii kale waqtigeeda galo taa kale waqtigeeda markuu gaaro u baraar uga hayaa way marka xiinayanta waa darab li yajia hatta yajia ay bay darab u tahay xiina waqti oo yiyo markaasi dib dhigaya yantabi laha u baraar uga weeye ama uu iman haya salaad kale waqtiga uu galaya xiina yantabi laha ay lil ukhra laakiin ninka isagu hurda ay la tagtay tii kalena uu saa ku soo galay waqtigeeni dhib ma laha ninka laga isagoo soo jeeda tii koobaad waqtigeedii diloo bixiyey ilaa tii dambe waqtigeeda uu galo kadibna markaa dabdableeyey ninkaasaa mufarad ah dambina saaran yahay xadiidkan waa xadiidka u daliishadaan jumhuurta u daliishadaan weeye in salaada cishaha ah salaada cishaha aakhiru waqtigeeda inuu yahay طلوع الفجر الثاني لقب الله بما العشاء إلى صلاة عيد الوقت والثانية ومحاجرة إنه ليس في التفريط إنه ليس في النوم التفريط إنما التفريط في من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى بالليل ما كان هو قاد استارين عنك حديث ونقل صوشة إني وحالو خذ إجماعة إن صلاة الصبح مركة يبحث وقت الظهر وتنقليني صلاة الفجر وقت الظهر بحي وقرحه صوبعه ظهر مقره ظهر وحوق لها بعد الزوال مركه واجماع ونص مخصوص ادله كان ملغا خصيصي وادله كلا وحي كتمد عيشه وقتي انه يحي اخر كنت نسب الليل هو يحي باب اعاده من نام باب اعاده من نام عن الصلاه لوقتها من الغدي وحو باب يحي نينكي كسته الصلاه عفوا باب إعادة الصلاة صلاة إعادة من نام تعلنت الروح الساحل عن الصلاة صلاة كسر علي لوقتها وقت وكنت علني ما لغد بريء وقتها إمامك وحو ترجمة غريبة وحولي هي الصلاة باكا تكتي مركي فليصليها إذا ذكرها وحودة كلا تكتي وتكبت صلاة الفجر وقلنا أبطي وراح يصوب علي وانوي استطي رقعتين كفجر كانت تكتي أيدي با تكتي وإذ الظهر كذا عصر كذا عشاء بري مرك تعدل فجر لقيار والفجر كتكتو ده هذا أنا من لا تكن معادلة سلوى إذا أفتل الله تعوي ماشى ماشى شلا يقدر طيب وهي مرك وتكع ليزا سلوى إمامك بابا يستوى رأي لم يقول أحد من السلف الصالح قبل المؤلف نتائج هرتي أحد قضاها وشا مجره لا من الصحابة ولا من التابعين نتائج باب الله بي يرقي أصو قرنك أها يكدم بيي وهذا دمرها وشا واشك شيء لكن صل وحقب مجرو أئمة الكبار التابعون الصحابة رأيها مجرو شغل محفو خلدنا نصف خلدنا النصف بالدليشين الدقيسة هذه أخبرنا عمل علي الفلاس أبو حفص قال حدنا أبو داود سليمان داود الطيالسي قال حدنا شعب الحجاج عن ثابت من أسن البناني عن عبد بن رباح الأنصاري عن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقت النام أي كث يحذين صحابه عن الصلاة حتى طلعت الشمس إلى قرعة الصوب حضي قال رسول الله وحبيه فليصليها أحدكم مثل هاتك ذا صلاة النافطي مع الغد بريتو لوقت حل جيدين هاتك أما نتوحوا لي هاي صلاة النافطي فليصليها إذا ذكرها أيو مركو كعو هاتك ذا وحكم دونع حديثنا وحشيها هيا فإتذي صلاة النافطي بريتو وقت جيد مكال لقار اللي قعلنا هاي أمر لباد لغنى قاهي مركب فليصليها أحدكم من الغد بريتو لوقتها لا تبعنا فيه وعند أهل العلم هنا فليصليها من الغد لوقت أي في وقتها وقت جيدها كنت كذو علو حيني حديثك وحلو جيدا فليصليها لوقتها من الغد وحاول يبري ما أنت وايد عفتي تبري صوت عطا حل جيدها كو أقلي يز ما دام شرع وقوف صحي صلاة دي أتكسى حتى حل جيدها كعبنا تكتو صلاة بريتا ما وقت جهورن بعد تكنا تكن جيتي مثل تيت أكون عفت حلقة أقل يصير باقي كها ذات جلوي وقت رمل جس وجوري مسؤولي باقي وياي بحدك وكان الله يا إذن حد يحوي كنت في مركز تحطوا يردوك الله في حلقة كعدتكو حلقة كعيبا تكذي صلاة البرية ما حلقة هذا أنت تكذي بأن تكن ينقضي مثال الأصل بقاء ما كان على ما كان نبغي إشكال كاسو ميجا كسارايا وقت أسل كيسيب الله يحفظي وعيس بدلي مجره أذوق أم بوحاله ويجي حل يا طاستي أما ثلاثة أذ حصوص الطي حل ودوري بهن قوي ثلاثة كل عطي تكو بريد مرك اللي جاره ثلاثة الوقت اللي قدامه ثلاثة فجر كأي إيشارة كل عطي حل جايدهم بيلا ضاي حل جدا بيت قلا يزين لغته نقول ما يو معناه هو ذهنين بيلا ثاي
معناها في علوم الأجيال أن رياض بان معناها عبدين أي لقى فهمها لكن معناه الإمام كفهمي مجرى نصوه معناها. أخبرنا عبد الله على مواثل عبد الله على الأسدي قال أحدنا يعلى بن عبيد إن أبي أمية قال أحدنا محمد بن إسحاق إن يسار تحوي المغازي عن الزهري عن سعيد ابن المصيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نسيت الصلاة صلاة هذا هي المانطو أما اللوذ فصلتك إذا ذكرت مركز حسوسته فإن الله سبحانه وتعالى يقول وأقم الصلاة لذكري صلاة أب وتوفي لذكري أنا حسوسته أما لتذكر قضي حسوسته أما لي حسوسته أما للذكرى أي للعبادة وحب الله سبحانه وتعالى أما لإذكاري لك أما لتذكيري لك حسوسته أنك حسوسيي هوش عيادة أتك سكت طبعا نقوتي أيضا أصل كذو حكوزم إلا يموت خطاب خطاب صرابه أها ولقاها النبي المسلم الله اللهي مركب حان لودري جدا حديث كاي لبا معنو كو ماذا دوا كهوري وأه صلاة والبو الله المامة أما الله قاسي حدو حلق يديبا لتكن حلق أنك أهين مبا لهبا ليس لها وقت إلا ذلك حديث بها وكو يمين وحكو لودري جدا شرع من قبلنا إنه شرع لنا إيها با نسخي أتنجرين شرع من قبل إنه شرع لنا إيها هذا شرعي أنه وح نسخي أما أن في أتنجرين دينت إن هدو شيء شرع من قال واحد يدا أوي ما دو أما نصب أوي ما دو حاويا خاصة في عام كان ما إلا شريعة محمد وناسخ اللي شرعي قبلها هو من حيث الجملة هدو حلاه هو من حيث التفصيل حكم كان دقيقة كتاب كان يسون دينت إن كويمت وشرع لنا هذا شرعي إنه واحد أن في أوتن كل حيمنين أما نصقية تازا اللي ودلي شرح الحديث كنا وعلى فوق خلافي إرسال كي وصل جيسة اختلف عليه على الزهري اختلف على الزهري وصلا وإرسالا فسوى المسألة مسألة اللباد ابن إسحاق أصدقنا ولسو خلاف يا ابن عبيد بن أبي أمية حديث هذا الحكاة لقي من حديث الزهري عن سعيد المصيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لبا إمام وكالي با خلاف يا ابن عبيد وحديث ابن إسحاق كورنها هي وحين كدقا مرسل من حديث سعيد المصيب عن رسول الله إذا كان لقين لوضعه حكمي ذا نكلا إلى زياد البكاء باكمي ذا يا سلام من فضل الأبرش باكمي ذا زياد البكاء ومن أثبت الناس ابن إسحاق وكذلك نكلا إلى سلام من فضل الأبرش ومن أثبت الناس ابن إسحاق في المغازي مكلا لوضع أن وحديث كون ابن إسحاق حقا إرسالي أيه خلافي يعني عبيد مارك آل إرساله في رواية ابن إسحاق هي المحفوظة عند أكثر المحدثين لكن نسائه وش أسوى ديديها رد ضمبانا قطها جيسا وحقيقتها هاري زهري زهري وارث مخلاف وصلا وإرسالا وحفاد زهري حديث كقاتي على ركوابة إلى طلباتن بيكون ويهيني أي بركضو حكري حديث مرسل من حديث سعيد المصيب عن رسول الله لمن موصول مرفوعة عن سعيد المصيب عن أبي هريرة الإمام أبو زرعة الرازي في عين ابن أبي حاتم إيو بيهقي إيو مسلم إيو النسائي وحين رجحها يان وصلقة الرجحين زهري عن أبي هريرة زهري عن سعيد المصيب عن أبي هريرة الإمام الدارقدني ترمذي أبو داود في السنن أيو وحين رجحين إرسالك المحفوظ والمرسل هو المحفوظ يمئه والصحيح في الحديث أنه موصول لما لا رأيبا لوهر دمها إياه هذه مركز أولي ذاته وآن أنا ومرسل مراسل سعيد المصيب وامحي وصحاح حجة عند أصل المحدثين لمن يسمعوا لسوء قوريان بقى أخبرنا عمل السواد ابن الأسود بن عمرو العامري قال أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب المصري قال أخبرنا يونس بن ابن الأيلي عن شاب الزهري عن سعيد المصيب عفوا أصدق مصيب بوش على تصفنا مصيب بي أخريان لعن الله مصيب أبي بودي جمع وقال أصدق هذا قال لمجري طيب المصيب وكيل لهذه التي يدعي أما علمه أصنامت التي هي كان عدت له هذه أما أهل هذا اللي هو رجي يا مصيب كان لقيت هذا لكن مصيب هو اسم فاعل أصدق سميوي مرك أبي أصدق وحسميي بوش على إلا قدق وأصدق أن صنم له هذه مرك بحورين لعن الله مصيب أبي وادي الله جل كلا جاب دقيس الدعاء لي ووجه سوا أوجي با هول نبي وكلاه الله أوجي با نبي ويمد مرقس الرمي قصر المقعة مرقس الحزن إنه فلان بالي هذا حزن ككن على جانه جنين ككن ككن إني هبل بالي هذا طيب
نكحينا رجوي هذا قرط كحر عطنا فرفر كعين هيا غنا وحوري بل أنت سهل حزن متي إذا سهل بل ملا ذا وحوري مرع أبها يهوي هو القلين نبي الله بدل ما هي دينتك على إيش راح بوري تام مرع وأنا كده يزني سعيد مصبي به وحورنجين ما زالت الحدود تفينا أريج أوجا إن إلا جد بدل أودي ولو نقدم بيا نمر على رج وقلبتن ولماري كريم وحويا حكام ينن والبه يبدل ينن استغاثن كفرتك قليا ايرم على رقب هاي سعيد مزي وكن نك سمري عبد الملك مروان ومد سمريي نك سيده كوري ودق مجري وي طيب ما كان ارقب اها اديكو هذه هذو دينته كسابدان وسلحد بيلان دب ملها هذو ان او غدبو مسلمين تا لو غدبا لدين مويد ان جورد يا خوانده يا غالده يا مرتدين تا يو مرتدقه يا دبديل كفوده لغليو وا مطلوب وليجدوا فيكم غلظة ليدي طيب قالها الله ما حريستها لو دبعيو في مسائل المقام والجهاد أنا ما هينو في مسائل الدعوة والبيانها لكن هذا هو التحرض يفوت الجلين وإن هو الحل الدون عياه المهم وديد جري تابعوا أرنتا أيضا لكن وأرن عام بحضي مسلمين تنسيدا يبضان مرة الشيخ هدو بهان فتقلوا ما ديبا إسماعيل إبراهيم العلي وحورته وديد جري إن عيدي لو تيريو جاء آخرية أدوم بنو إيل كروفة ديابة نوك ابن علي إلى هذا محاجرة أبها يهلي وطريو إسماعيل من إبراهيم من مقصر من كذا براي ابن علي إيلا هلا يجو جيبه بشيء طبعا حلوة كوعان بحلين قد المدى ينكره ذهبوا كو إيلي وحلو وهذا دليل على طوء طبعه طبعا الحمد يتبه دليل طيبور وما دوي حدوه باي وان لبدلي كريم كلها إنا قبطته لأن ملايين من المسلمين دم باكيسه يعني وحاولي كيف عن مركز المصلحة مسجد العامة هي مناسبة إلا درقيه قبل المسجد الخاصة الإمام النووي أصوح أولنجر المحي الدين لم يدي يكره لا أجعل في حل من لقبني بمحي الدين بأسوح أولنجر المحي الدين النووي ما أقلي صوح أولنجر وحوه فخفغي إسخطقات فلا تزكوا أنفسهم وعلم من التقى ويها ألا دايو لكن هذا دين وهي محي الدين النووي بيقوها إياه طيب مركب مقع عن كاتل نوع عام بحي مركب إن الفرح قد كل من هذه تلمان يأثنى يكريد يضيق فودق يقانين لك أي كاهر ويدو هذو مركب ويناتد وهاب النقاط إذا دا يضاد ترابه وما ضف كل بتلا ما بعنا عسك سعد وراه قا هاي لا يضاد بابا أن فرنت دارين وملايين من الناس وإن هبل هبل كيف لا قوة إلا يوم كدينين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها نك صلاة الماما هاتوا كذا مركو حدوثه فإن الله عز وجل قال أقم الصلاة لذكري أخبرنا ذكر وقراءة مشهورة متواترة قراءة الشهادة للذكرى بأخذها وين من دونته أخبرنا سوء النصر المروزي قال حدثنا عبد الله المارع عن معمر عن الزهري عن سعيد المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصليها تقد إذا ذكرها مركو حسوسة فإن الله تعالى يقول أقم الصلاة للذكرى أقم الصلاة لذكر أحد كأوليوى النبي الله محمد آيات الدليشان استشادا وتصديقا لكلامه حسوس إلهي كحسي أوجد أما الله حسد أتك أما محوء هاي العبادات أتك قلت للذوري وحنكوري هكذا قرأها رسول الله ما صدى أبو النبي آخرين أقم الصلاة للذكرى قال فهو نعم سياسه أخي وقال أشهد المتواتر أهم ويهي إنه سلاوة قيسوك وبجوك ما أهيني سعيد مصيب كور هيا ومركاسي حديثك أطيرنا يا نبيك إذن روايان ضنب مرسلة إنه النساء الرجحة يا موقتة فران وين نصول شيء مركا روحان كتير يرقي إيش رجحة وصلي كان كتير النساء لكن طريقة نوت الماما يقول أنه رجب الحنبل يقول النساء إذا استوعب الطرق حديث كان محفوظ كثواب كدن بي سياسنتك كان معقول كان هو الرئيسيات هولي من خصوص حديثي من ظهر كسعتي حكوك بقبيرية مرسل مرسل بك قبع يعني سوصيدا ماها مسابه رأى كجرة ماشا مرسل وي عن سعيد مصيبة قال قال رسول الله مركا إلو تاقرسية ترمري أبو داود يدار قدني ولسفن يهي باد مودا باب كيف يقضى الفائت من الصلاة بالله توفيق